حرب باردة بين الدول الكبرى تتبعها خيانة عظمى لطيار عراقي خان وطنه وشرفه العسكري من أجل أمريكا وإسرائيل. عملية استخباراتية من أنجح العمليات على مستوى العالم بتخطيط أمريكي وجهة إسرائيلية. تجسس وتجنيد، تهديد وقتل، ثم خيانة وهروب بطائرة MiG-21. أحداث سببت زعزعة بين دول العالم كان من ضمنها العراق وسوريا ومصر. الجاسوس الخائن منير روفا.